اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات شيفروليه في ابو ظبي والعين. اليوم احنا مشتركين في معرض المعرض الدولي للفروسيه والصيد في ابو ظبي في ارض المعارض. زي ما انتم شايفين ما شاء الله سيارات كتير ما شاء الله مجهزه للكامبينج للصيد للفروسيه. طبعا تعالوا نشوف ايه اللي موجود عندنا السيارات. زي ما انتم شايفين دي تريل بوس 6.2 10 غيار 420 حصان. انا هصورها لكم من داخل. يلا بينا نبص عليها مره تانية. معاكم مهند غلام 0505163525. اليوم احنا في ستاند رقم 8 في معرض الدولي للفروسيه والصيد. ستاند خاص ببن حموده للسيارات. سيارات طبعا معدله لنفس الغرض. زي ما انتم شايفين اول ما تدخل المعرض بتلاقي الوحش شاهين تريل بوس كرو كاب 17 زي 71 بتجهيزات خاصة شاهين اكستريم. نشوف ايه اللي عليها من تجهيزات شاهين اكستريم. هي طبعا الباب الخلفي التيل جيت اللي هو القطعتين ومشاكين عليها البيد لاينر العلم فلاج بفارف رنجات والتواير الغواصة الثابتة. تعالوا نشوف من الداخل عاملين فيها ايه. ما شاء الله غواصات الرابر. هنا بقى يظهر عندنا الشغل الحقيقي. سيتس من الجلد الفاخر اللون الاحمر. تعالوا نشوف من قدام. ممتاز شكل السيارة من الداخل. أنا أصدق السيارة دي 6.2 10 غيار 420 حصان دي 8 ما شاء الله مع دعميات الشاهين او تعديل الشاهين على السيارة. وواضح ان عليها الكاميرات المحيطية اللي هي السراوند كاميراز تظهر كلها في الشاشة الرئيسية بتاعتها. تفاصيل زيادة على الستيرنج للتريل بوس شاهين اكستريم. خط احمر ستيتشنج ليدر ستيتشنج على الستيرنج بلون احمر متناسق مع الليدر سيتس. يا ما شاء الله الماكينة ال 6.2 ال 10 غيار ال 420 حصان شيفروليه تريل بوس موديل 21 ال 6.2. انتم شايفين تجهيز خاص ببن حموده للسيارات. عليها الشاهين باكج. الشاهين باكج يعني في تصفيحه عند الجير والماكينة تحت الريد هوكس الهكات الحمر. دعمية الصب وزنها اقل عن الدعمية الاساسية بحوالي 12 كيلو. الاضاءات ال LED على جوانب الدعمية. شعار الشاهين LED على منتصف الجريل او الشبك. الشبك نفسه حتى مختلف عن الاصلي الطبيعي بتاعها. الشعار الاسود. انا شايف فيه كاميرا هنا امامية. يعني السيارة دي فيها اربع كاميرات محيطية. من الاضاءة ال LED الرفرف الرنجات والتواير متبدلين. ميكي تومسون. ميكي تومسون يعني مش هيطلع علينا صوت كتير. والرنجات فيول طبعا ميكي تومسون باها او باجا او باخا على حسب التسمية في الدول. زي 71 اضاءات LED كمان على هود والبونيت. شورت انتنة امامية. ضاء LED على المرايات للبر طبعا. الكاميرا الجانبية شاهين اكستريم دواسة ثابتة. اللون الاسود ما شاء الله جميل عليها.
تريل باص عندك هنا في لحد فوق الفلاج الاوف رود فلاج او العلم من ورا. الباب الخلفي طبعا احنا عرفناه خلاص اللي هو بيبقى عليه الدرج تيل جيت مقسوم قطعتين. في عندك البيد لاينر او تلبيسه للحوض زي ما بيقولوا اضاءه ال دي اماميه وخلفيه. ده شكل السياره مره تانيه. تعالوا ندخل بس نشوف الاول استهلاك البترول عشان السيارة 10 غيار والديناميك فيول مانجمنت سيستم موجود عليها في استخدام السلندرات بيديها 10 كيلو في اللتر الواحد. تعديل من التعديلات كمان الخاصة بابن حمودة للسيارات على شاهين الجلد الفاخر اللون الأحمر مع خط شموه لونه بني غامق كوكو شايفين الرابر رابر فلور مات طبعا لان دي سيارة استخدامات قاسية فرابر فلور مات عشان البر. نطلع نشوف كده من الداخل. ده شكل التابلو والعدادات حتى الستيرين كمان عليه تعديل زي ما انتم شايفين. انا هصورها لكم قريب شوية بس نشوف كده صورة من بعيد. ده شكل السيت. طبعا الجلد الفاخر ده اسمه إلي ليدر ده وكالته الحصرية في الشرق الأوسط أو في أبوظبي أو الإمارات عندنا هنا هي بن حمودة للسيارات فقط. انتوا شايفين شاهين نشوف تجهيزات الزيادة عليها دي طبعا أزرار للتحكم في الأضواء الـ LED الكاملة. هنا أزرار تحكم في الأوفرود مود التوينج مود. هنا مرة تانية التوينج مود ستيرنج عليه ديتيلينج زي ما شايفين الخط اللي هو الأحمر الستيرنج باللون البني نفس لون نفس الكومبينيشن اللي جاي على السيتس عشان يكون متناسق ومتوافق معاه زي ما شايفين. طبعا السيارة فيها شحن سلك للتليفون والعداد الديجيتال والبوش ستارت والريموت انجن ستارت حساسات امامية وخلفية ونقاط عمياء على المرايات واربع كاميرات محيطية ودول اكزوست. تعالوا نشوف الاكزوست في اي تغيير ولا لا. شكله في تغيير مش باين عشان الباب مفتوح الخلفي بس على الاغلب عليها بورلا اكزوست يعني طرب ما شاء الله. شوف صورة كاملة ستاند الشيفروليه الحمودة للسيارات. ستاند رقم 8 تعالوا زورونا. انا موجود النهارده وموجود لحد يوم السبت. في سياره تانية كمان نلقي نظر عليها من الكابينه الواحده ريجولار كابن التريل بوس كمان بتعديل شاهين زي ما انتم شايفين. شبك الشاهين دعميات الشاهين تصفيحها عند الجير والماكينه الهوكات الحمر ال LED على الجنبين بس ال LED هنا في النص في الكابينة الواحدة مش في الشبك زي اللي شفناه هناك. شعر هنا مفرغ مش احمر. هنا في الهوت سكوب غطى للمحرك بس هو ديزاين يعني ديكور خلينا نقول شكل فقط ملوش وظيفة ميكانيكية او تأثير على الاداء. الرفارف هنا اللون الاسود المطفي مات بلاك
رنجات والتواير كمان البدرين باها ميكي تومسون. شكل الرنج ما شاء الله زي 71 اكيد شاهين اكستريم اكيد. الحوض ده على الاغلب مش بلاستيك مش بيد لاينر, في هنا السبويلر ريل بوس. الكابينة الواحدة بيكون اكزوست واحد بس. السيارة دي على الاغلب كمان عليها بورلا اكزوست ما شاء الله. الانتنة لحد فين ده لحد الاخر. تمام هنا البيت كوت هو اللي موجود هنا زي ما شايفين, هو صلب مش بلاستيك. ده رش للحوض, ده بيحمي الحوض طبعا من اي خبطات اي اغراض تقيله يعني تقدر تنقلها هنا على في البوكس من ورا بدون ما تاذي جسم السياره. تمام عندنا مخرج للكهرباء في إضاءة LED. ممتاز ممكن نظر عليها من بعيد كمان. مرة تانية بنحمودها للسيارات. الستاند موجود في المعرض الدولي في أبو ظبي في أرض المعارض. المعرض الدولي للصيد والفروسية محمد الأسرار شرفونا, احنا موجودين لحد يوم السبت ان شاء الله. سعره على مهند 050-516-3525 من بن حمود الأسرار في أبو ظبي والعين, وأهلا بكم.